عسلامة، مرحبا بكم مشاهدي قناة اس تي في. موعدنا اليوم يتمثل في مباراة لحساب الدور ثم نهائي من كأس تونس كرة اليد، والتي تجمع بين هلال مساكن وسبورتينغ المكنين. مشاهدة طيبة للجميع. شايف نعرف الشوط الاول ما دخلناش في المقابله، وما كانش لاعبين مركزين مسرعين وكل شيء، اللي كانت اللعبه متقاربه وكل شيء. في الشوط الثاني اللي حاولت تضبط في حجز الملابس، نركزوا ونعرفوا واش قاعدين نعملوا، ونشوفوا الدفاع شي نوعيه الموجوده نتعاملوا معها كل حسب الوضعيات نتاع الفريق المنافس، والحمد لله ذاك اللي صار. وزاد في الدفاع حاولنا خذينا من الوضعيه المناسبه اللي تقلق الهجوم نتاع فريق مساكن، وذاك اللي صار معنا خذينا برشا كره وسجلنا اهداف على الفاست بريك كل شيء، وكان انتصار لنا احنا بحول ما نحكي على تقييم الفرق للمرحله القادمه، لازم نحكي على المرحله اللي فاتت، ونحكي على الجمعه اللي خذيتها. يعني توك عملت دو سيونس دونترينمون ودمي تسمى، فهمت؟ نقلوا الاولاد معناها دخلوا في ديناميك خايبه نتاع خسايه، نقلوا بسيكولوجيكمون جماعه منهاره، نلقى عباد دخل فيها الشك ودخل فيها الدوت، نلقى عباد مش خالصه، ايكيبمون ما ثماش، بدرت مقطع، يعني نلقى روحي دو مور. يا فريمون معناها جي بيان معناها ايزيتي، يا نقبل التحدي. والتحدي خاطر جمعيه ما هي الا جمعيتي، فهمت؟ ونكمل معهم جوسكو بو، ونبدل نحاول نبدل باللي نستطيع ما باللي نجم عليه، والا لا فهمت. الحمد لله بديت السمانه هذيا ثم حوايج تبدلت، ثم راج دو فانكر، ثم اونفي في الماتش هذايا، ثم 45 مينوت دو نيفو اللي تشد مع المكنين. اونترونير سي ابراهيم جباس كان في قطر وليكيب ناسيونال وخبره كبيره برشا، جواريت براتيكمون عنده شهر ونص معاهم بريباراسيون فيزيك من نول جديد، استغلوا تريف نتاع كوب دي موند. احنا لا الجمعيه ناسيونال باقي قاعد ديما يلعب، ما عندكش وقت، وتو كان مازال ما عادش عندنا وقت زاد كيف كيف، ما ثماش وقت باش نعاود نعمل جمعه ولا جمعتين باش نشوف الاولاد فيزيكمون، معناها خذيت التران اون مارش. معناها اللي نجم ناخذه لي بون بوزيتيف من لاعبيه، ثم لاعبيه كانت بعيد عليهم الفورمه، رجعوا فورمتهم الحمد لله. ثم ملاعبيه كانت مأيسه، جيت ترينا وهاني مارك في بريزونس، رجعت لهم الثقه اليوم اتو مومون ينجموا يكوروا. انت هذا اللي شفناه اليوم، شفنا نحن ميتون الاول مساكن شدت صحيح في البارتي فالدوزيام مينوت نتاع الدوزيام ميتون، من بعد تلقى روحك انت فيزيكمون تعب، ما ايكيب حاضره فيزيكمون، شو تدخل في بريسيبيتاسيون، شو تدخل في الفراتاج، شو تدخل في الديشي، سي تو تافي لوجيك، فهمت؟ عادي جدا، معناها كنا نقيموا على 45 مينوت، كنا نلعبوا 45 مينوت هذوك الماتشات الجاي ما ربحنا حتى حد ان شاء الله. انت ليه؟ وثم حاجه اخرى زاد، راهو المانتيان بالنسبه لمساكنه من تحصيل حاصل، راهو اون بريبار بور لاني بروشين، بور لا سيزون بروشين، راهو واضح. شكرا. والله الحمد لله، هي اول مقابله في الديزان فاس، هي كانت مقابله كاس، احنا كنا محتاجين الانتصار هذايا باش نرجعوا به للديزان فاس، تكون عندنا معونات اكبر. طبيعي الحارس هو باش يحكم في المقابله ديما في لي سانك درني مينيت، معناتها الحمد لله انتصار هذايا كل جبناه الولاد الكل، وان شاء الله بدايه انتصار وتكون بدايه ديزيام فاس مزيانه، وان شاء الله نفرح الجمهور نتاعنا بالحق اللي استنى فينا، وان شاء الله ترجع المكنين وسبورتينغ المكنين كما وعدناه قبل.
وهكا مشاهدينا نكون لحقنا الختام هذا اللقاء بانتصار سبورتينغ المكنين على هلال مساكن 22-16. وبقى لنا كان باش نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.